مشاهدي قراء موقع أبلغ، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص حيث نتواجدكم في المقر الرئيسي المركزي في الأبحاث القضائية للرباط، ويستضيفنا رئيس المكتب النخبوي للأمن المغربي أو ما أصبح يعرف جميل عنا في الفئة المغربي. أين تدرب منتسبوه؟ لماذا يتكون المكتب؟ وما هي اختصاصاته؟ وتحقق المراد من إنشائه؟ كل هذا ربما أكثر من تفاصيل نطرحها على رئيس المكتب السيد أبي حق. مرحبا بك. مرحبا بك. سيد الرئيس، المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يعني من كثرة البلاغات التي أصبح ينشرها أصبح فلترة بين المواطن والتجهيز الأمني، وبالتالي أصبح المواطن المغربي لا يخاف مما يسمى بالتهديدات الإرهابية أو ما شابه ذلك. أولا الحق المعلومة هو حق دستوري. المكتب المركزي للأبحاث القضائية تبع لعاتقه على أنه كلما كانت فيك خلية إرهابية أو قضية تهم الرأي العام إلا ويقوم بتنظيم لقاء مع الصحافة الوطنية الدولية من أجل إشعار الرأي العام بالعمل الذي يقوم به المركز للأبحاث القضائية، وبالخصوص العمليات الخاصة بتفكيك الخلايا الإرهابية، والتي كيعرف المواطن على أن الخطر الحقيقي الذي يحدق بالإنسانية كافة هو التهديدات الإرهابية. ونظرا للتحولات التي تحولات الجيوسياسية التي تقع في المنطقة، فإن المغرب من بعد الأحداث ديال 16 ماي قرر على أنه باش يتخذ واحد السياسة أمنية استباقية من أجل وضع حد للإرهابيين الذين ينشطون في خلايا نائمة قبل أن يمروا إلى تنفيذ العمليات ديالهم. تعرفنا السيد الرئيس مباشرة عند التهديدات الأمنية، يعني بتوصف راحة المواطن، يعني المواطن المغربي ربما أصبح يشعر براحة أكثر مع يعني كثرة البلاغات التي يعني ربما تهون من حدة يعني التهديدات الإرهابية. التهديدات يعني ربما الخلايا المفككه كما عرفت شنو هذا الستاتيستيك الاحصائيه ديال 2015، ولكن يعني المكتب المركزي يبدو انه يعني عمل على تفكيك مجموعه من الخلايا التي كانت يعني تهدد استقرار البلاد، يعني وكانت تستهدف امن المواطن. يمكن شي عدد بالضبط في 2015. بالفعل هناك بالنسبه اليوم بالافتتاح للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى يومنا هذا، حيث أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية كانت من التدشين ديالو في مارس 2015 إلى يومنا هذا، تم تفكيك 23 خلية إرهابية، منهم من كانت قد وصلت إلى مستويات الإعداد متقدمة، حيث تم اكتشاف وحجز أسلحة نارية أو مواد تدخل في صنع المتفجرات، ولكن كانت هناك خلايا أخرى التي كانت تتأهب من أجل الالتحاق بداعش وأرض التوتر في سوريا وفي العراق أو في ليبيا من أجل الخضوع إلى تدريبات شبه عسكرية أو عسكرية أو مشاركة في ما يسمى بحرب العصابات التي تقع حاليا في هذا البؤر التوتر، والعوده الى المملكه من اجل زعزعه استقرارها. المواطن المغربي بالفعل على انه المواطن المغربي من خلال هذه البلاغات التي يتم
مشروع إنجاز في أي خلية يحث على أن القوات الأمنية المغربية على أنها هناك من أجل الدفاع على استقراره وعلى أمنه، وبالتالي فإن هذه المسألة ديال الإشعار كانت ضرورية حتى يكون الجميع على علم ويكون يعني مساهم في استقرار المملكة. لكن من يربط هذا بكره النيابه العامه
الرئيس، يعني هل أنتم على يعني علاقة مباشرة مع النيابة العامة المتواجدة تحت المتواجدة بالنفوذ الترابي للمقر، أم أنكم يعني ملزمون على إخبار الدائرة الاستنافية حينما تتنقلون إلى خارج الرباط؟ بالنسبه للقضايا الارهابيه كيف تعرفوا قانون 0303 اللي صدر من بعد الاحداث الارهابيه ديال الضرب ديال 2003 عطى الاختصاص ديال جميع القضايا الارهابيه للمحكمه ديال محكمه الاستئناف ديال الرباط. لكن ما سبقه في التصحيح هو ان خلق هذه المكتبه المركزيه للاحقاد القضائيه تم بناء على قرار متزوج ما بين وزير الداخليه ووزير العلم والحريات، وعطى اختصاص ديال هذا المكتب، عطى اختصاص وطني، يعني كما كانت الفرقة الوطنية، فإذا من غير القضايا المتعلقة بالإرهاب، القضايا الأخرى، قضايا ديال محاربة الجريمة المنظمة أو تهيب دولة المخدرات أو تهيب العقابات، فتدخل حسب كما القانون ديال الإثارة الجنائية حسب ايقاف هذا المعني بالامر او في وقعت الحجز ديال مثلا الماده المخدره او لا، وبالتالي يتم اشعار النيابه العامه المختصه في المدينه المختصه، المدينه التي تم فيها التشكيل. اما بالنسبه للارهاب هناك الارهاب ليس هناك مشكل، ففي جميع القضايا الارهاب تحال على السيد الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بالرضا.